احنا كنا عايزين نعرف نصايح لشخص اتعرض لصدمة. تمام جدا. يعمل ايه هو؟ بيتعامل ازاي مع نفسه؟ هو نفسه يعمل ايه؟ حلو قوي. هو نفسه يعمل ايه؟ يبقى مدرك الاول ان المشاعر اللي جايه له هتبقى متخبطه جدا، هيجي له مشاعر غضب هو مش واعي بيها، هيجي له مشاعر بنقول عليها متبخره، يعني مشاعر مؤقته. تمام. والمشاعر دي هتيجي وتزيد وتتفاقم وبعدين تعدي. فهو محتاج يستوعب ان دي جزء من مشاعره وهيعدي. تمام. المشاعر اللي عنده دي لما بيتعامل معاها بانه يعبر عنها الدنيا بتهدى شويه. محتاج زي ما اتفقنا يكون عنده برضه هو كمان نشاط بيعمله، ومحتاج يفكر نفسه دايما ان انا عديت من ازمات تانية، دي مش اول ازمه اعدي بيها. هي شكلها صعب وكبير بس عديت ازمات تانية، فده اللي بيساعده شويه. اللي عداني من اللي قبل كده يعني عديني من اللي جاي.